السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كان مع الموقع ده قبل كده بكسله وقلنا ان هو بديل للفوتوشوب بالميزة ان هو مجاني والميزة ان هو اونلاين، مش محتاج ان انت تسطب، ممكن تكون عايز تعمل حاجة سريعة فتفتح كمبيوتر اي حد من اصدقائك اونلاين على طول تعملها. لكن الجميل ان هو اضاف لنفسه حاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي، وده اللي احنا بنتكلم فيه. في تهديد بس انا بستغل الذكاء الاصطناعي ده ليا، يعني بدل ما كان بيدخل عدد قليل بالذكاء الاصطناعي هيدخل العدد اكبر. مش ان انا اقول لا الذكاء الصناعي هيقضي عليا انا اقفل الموقع بتاعي، لا هم لعبوا اللعبه صح. فحط حته ان انت تقدر تكون صور بالذكاء الصناعي، ان انت تحذف الباك جراوند بالضغط الزر، ان انت تحذف عنصر معين، ان انت مثلا تعمل كروب ايمج لعناصر معينه. فيها شويه ادوات حلوه جدا بالذكاء الصناعي، بيقول لك اكتب اي حاجه وهو يبدا يعملها لك للذكاء الصناعي. بيقول لك ان في ادوات كمان هتضاف قريب. واو، تكتب الصوره دي عايز تبقى ايه، تحول للي انت عايزه. تمام. طيب هنا ممكن نقول له احنا عايزين بقى نعمل مثلا صوره معينه. تمام. ممكن عايزين فوتو، عايز الستايل مثلا بوب ارت او كده. الاوتبوت وتقول له جنريت. لاحظ ان احنا بنعمل كل ده من غير ما نسجل ونعمل حساب واحد خالص. تمام. طيب اهو عمل لك الراس فضاء على القمر. تقدر بقى تقول له ان هورس، فيكون لك صورة بالشكل ده. ففي يعني الذكاء الصناعي موجود فيه دلوقتي اللي هو التكوين بتاع الصور. واثناء برضه ما انت شغال كفوتوشوب برضه هتلاقي بعض الادوات اللي تسهل عليك الموضوع ده، زائد ان هو اصلا قوي جدا في ان انت في عندك اشكال كتيرة تقدر انت تصمم عليها، حاجات جاهزة تقدر انت تعدل عليها، او ممكن تبتدي تقول له مثلا والله انا عايز اعمل حاجة لل مثلا لينكد ان مثلا، فبيديك تصميمات تقدر تختار اي تصميم فيهم. بس لو عليه علامة ديت معناها ان هو لازم يكون بفلوس، لازم تكون بريميوم. هتلاقي ادوات اللي هي بتاعت الفوتوشوب موجوده جاهزه تقدر تختارها وتشتغل بيها عادي. تمام. ان انت تضيف تكست لاي اوت تمبليت، عايز تضيف حركه مثلا،